أنا قررت أنسحب من البرنامج. لا 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 يا عامر لا، يرحم أمك. بلا يرحم أمك بلا بطيخ. خلاص يا أخي مليت، طقت نفسي. وش ذا يا أخي؟ ما غير تحجير، ما في جوال، ما في سيارة، ما في دوران. خلاص بنسحب أنا. لا يا ابن، ترى في بداية المشوار، ترى أنا بداية المشوار كل عشان فلوس. طز في الفلوس، أهم شيء راحتي. مو بأنا اللي يذلوني عشان فلوس. خلي الفلوس على جنب أنت. أنت تبغاها شهرة شهرة يمينا بالله. كل من مرت عند أحد قاعد يصور لك وفلة وبنات وفلوس. البنات بنات انهبلون عليك. وين البنات يا أبوي؟ ما شفنا شيء. ياسر ياسر إذن الآن وصلنا إلى فقرة المطبخ، والمتسابق ياسر هو اللي راح يقدم لنا الطبخة، والمتصلة نوال هي اللي راح تقوم بتوجيهه. أخت نوال، ألين وين وصلنا؟ طبعاً عقب ما حطينا البشاميل وكذا نضيف شوية نعناع، عشان النعناع طبعاً زي ما تعرفون كلكم إنه يضيف نكهة وريحة حلوة للمكرونة والبشاميل. شعلن لي إياها فو فو فو. روح رسائل، هات الرسائل، سمعني الرسائل. أيوة فلوس قرنقش قرنقش. روح يلا يا زلايل صوتوا. والحين ياسر خذ المكرونة ودخلها بالفرن، حطها يعني من 30 دقيقة لين 45 دقيقة عشان ما تنحرق. سمله عليك سمله عليك. لا يا شيخة بسم الله عليك. ها خير إن شاء الله خير. شغل خنبقة ما يمشي عندنا، طربك أمه عليكم هنا في البرنامج. شفت يا تركي؟ مستحيل اللي قاعد يصير. هذه نهاية اتصالات العنصر النسائي. يا شيخ وسع صدرك، يا أبو أنس وسع صدرك وراك أنت عادي، يعني طول بالك شوية بالحال. كله تحت السيطرة الإدارية، صح ولا لا أنت؟ صح؟ مزبوط مزبوط شيخنا. بعدين روّي لي حالك شيخنا، تشرب شاي؟ شاي عبر ما تستوي مكرونة وسوالة. خلونا نشوف التغريدات في الهاشتاج لأخونا ياسر. الأخت غادة تقول يازين وش يازين المكرونة يازين المكرونة. وهنا الأخت سعاد تقول لبا لبا لا بأس لا بأس لا بأس عليك. طيب نكتفي بهذا القدر من التغريدات، وخلينا نشوف الأخ ياسر وش حاب تقول لجمهورك قبل أن تنتهي الفقرة. حبيت أقول لهم صوتوا لي، زي ما أنتم شايفين قبل شوي تعبت في الطبخة ولسعت يدي شوي وتعورت. بسم الله عليك. ممتاز أخ ياسر. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع معاكم مع فريق ثاني. شفتي المصفوقة؟ شفتي؟ رحنا وغامرنا وجينا وسوينا كل شيء، في الأخير يا